بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله سنتكلم عن الدرس الخامس في الوحدة الثقافة الإسلامية، وهو درس الأخلاق وأهميتها. راح نتعرف في هذا الدرس بإذن الله عن ما هو الخلق، وما هي الأخلاق، منزلة الأخلاق في الدين، مجالات الأخلاق، تعدد آثار الأخلاق. في بداية الدرس، ما المراد بالأخلاق ومنزلتها في الإسلام؟ قال: الأخلاق جمع خلق، والخلق في اللغة الدين والطبع والسجية، ويطلق على صفات الإنسان الباطنية التي يمكن وصفها بالحسن والقبح كالصدق والأمانة والحياة ونحوه. أما في الاصطلاح فهي صفات راسخة في النفس ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة، والغالب أنه يطلق على الأخلاق المحمودة، فيقال مثلا فلان ذو أخلاق أو ليس عنده أخلاق. إذن الغالب يطلق على الأخلاق في الأمور المحمودة. من أهمية الأخلاق، الأخلاق هي إيش؟ إحدى الركائز الرئيسية في الحياة الإنسانية، فهي التي تضبط الفرد وتوجه سلوكه إلى ما يعود عليه بالخير، وتحفزه إلى الصعود في مراتب الكمال والسعي الجاد إلى معالي الأمور ومحاسن الأفعال. وهي كذلك ضرورة اجتماعية تضمن للناس التعايش في أمن واستقرار، آخذين ما لهم ومؤدين ما عليهم، ومتعاونين على تحقيق مصالحهم. وبفقد الأخلاق الفاضلة وشيوع أضدادها من الكذب والغش والخيانة، تضطرب أحوال الناس وتنقطع صارش الألفة والمحبة بينهم، فلا يأمن بعضهم بعضا وتنعدم الثقة بينهم. طيب، ما هي منزلة الأخلاق في الإسلام؟ لها ارتباط. إذن الأخلاق الحسنة، بين صلة الأخلاق والإيمان ارتباط الخلق بالإيمان قوة وضعفة. إن الأخلاق الحسنة من الإيمان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. فالحياة من الإيمان، وكذا الصدق والصبر والشكر والكرم والتواضع وسائر الأخلاق الحميدة كذلك النش من الإيمان. طيب، الأمر الآخر اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. الأمر الآخر تفاضل المؤمنين والتزامهم بحسب التزامهم بالخلق الحسن. الخلق الحسن من أهم أسباب دخول الجنة بعد تقوى الله. طيب، منزلة الأخلاق في الإسلام أنها ارتبطت الأخلاق بالإيمان، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. طيب، مجالات الأخلاق: محبة الله تعالى وطاعة أوامره ونواهيه، كذلك العبد مأمور كذلك بالصبر على مشاق الحياة، كما تشرع كذلك الأخلاق مع الحيوان الذي لا يعقل، والرفق في معاملته. أثارها على الفرد، ما أثار الأخلاق على الفرد؟ تمنح الإنسان الرضا والطمأنينة، كذلك محبة الناس، ثقتهم به، حسن الصلة بهم، هذا أمر. كذلك من الأثار أنها تبعد الإنسان عن مظاهر النقص. ملخص طيب آثار الأخلاق على الفرد وعلى المجتمع، هنا تتركز الأمور. هنا على الفرد الرضا والطمأنينة، صلاح النفس، كذلك الشجاعة والقوة تبعد عن مظاهر النقص. أما على المجتمع تحفظ تماسك المجتمع، تورث المجتمع السعادة، تقوي الأمة وتحقق رسالتها. كذلك يظهر المجتمع من يتطهر المجتمع من الرذيلة وأسباب الخصام والعداوة. طيب، الأمر الآخر اللي هو تعاون النشاط، التعاون مع زملائك. كذلك من المراد بالأخلاق؟ صفحة 154.
بين صلة الأخلاق بالإيمان جميعا إيش حليناها أثناء شرح الدرس. في نهاية الدرس أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.